90 سنة وحضرنا في السياسة وزمن الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام شخصية سياسية واجتماعية كانت من بين الشخصيات التي ساهمت في بناء الدولة الموريتانية الحديثة. يعتبر من رجال الأعمال الكبار في موريتانيا الذين ساهموا في بناء هذا الوطن. إنه باختصار شديد الأستاذ والسيد حمية ولطنجي. أولا مرحبا بكم وسهلا حمية، مرحبا بكم ومشرفنا حضوركم معنا اليوم. طبعا أستاذ حمية، أنتم من الناس اللي سبقت الحمد لله هون في العاصمة نواكشوط، محددها قاع على ما بعد قاع انتشت عاصمة على ما أعتقد سابق الاستقلال. قلت لكم شوية تحزنون عندك لفترة سابق الاستقلال شوي. العاصمة كانت شكيفتها والطريقة السياسية هون إيش كان حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهل بيته واصحابه. ذي مناسبه عني والدي، عني انا خلاقه هون اخوتي. والدي كان تاجر هون من نفس عام فنتويت اللي الوعد 90 سنه وحضرنا في السياسه وزمن الاستقلال وزمن حكام فرنسا. نعرفوا عنه ساهمنا في استغلال موريتانيا وبنايه والدفاع عنه، ولا قط خناه ولا قط خممنا نخونه. خارجي رواية قط جبيهم التاريخ محطات كي تنقولوا محطات كيف شفي محطات شفيهم الزمن. اتأسفنا حتى من 1956 وعدل حرب مع جات مد من المغرب يسلحها، قال له عام تقل 1956 ودافعت فرنسا عن موريتاني وطائراتها وحربيتها إلين ما امتس من كرامته ولا حدوده، وذيك الناس مسلحها المغرب. عقب ذاك مشاو عندنا مشاو رجال شورو 59 رجال بسمعتهم متعدلين شور المغرب، محمد فاروق العمير، الشيخ احمد دول سيدي، واحمد دول الحرمه، محمد المختار اللبا، محمد احمد دول التقي، رجال سياسيين عديدين متعدلين، وقالوا عنهم يختاروا انضموا الموريتاني. وابا المختار والداد دافع عن موريتانيا هو وحكومته رحمة الله على روحه ورحمة الله على أرواحهم. بذيك المناسبة يرحمنا ويرحمهم جميعا، بذيك المناسبة قبل موريتانيا استغلاله كرامته وعدل جيشه. زمن الاستغلال من دركان كنتم تعرفوا المختار دادا زمن الاستغلال، احنا ذو اصحابه من اللي ساهمنا في الاستغلال. المختار تعرفه شخصيا؟ نعرفه شخصيا وصاحبي هو وزراء وساهمنا في الاستغلال به اللي منين جات الحكومه هو جات تتورد سيتيرنا الحاسي 40 كي، وانا من الناس اللي عندنا ديار، احنا اول خيار حموتان اولاد خيار ورجال اولاد بسبع فيهم عبد الودود الداهي وفيهم القادة وحدي هم اللي ديارنا نقبل فيهم الاستغلال وساهمنا في الاستغلال وحياته وعنا مانا وجديتنا ومانا في الاستغلال ودافعنا عن موريتانيا وأيدنا. وذوك الرجال صبحوا قاع يدافعوا يختاروا موريتانيا ينضم للمغرب من ما راولها وقت، والمغرب مانا ناسين فيه عن عمارة النعمة. عمارة النعمة المعروفة. المعروفة اللي ما عنها مأسة. تقريبا 62 الله. تقريبا 62 مات فيها ساق وكوري متعدل مهل الدين. وعقب اللي مات واحد قال له ما علي هو المأسة من مؤسسينها. واللي العمارة عندكم عنها معلومات؟ عندنا بعد عنها معلومات عن ذيك العمارة.
قوم الوكيل قاسم انهم حاسين به وعنهم عدلوا وعنهم القوم ما علي رحمه الله ذاك الشريف وقبض هو الشيخ ولا الفاضل ولا سويداء اللي مش اللي ميليتير وقال لهم يقتلوا ذوك النصارى ويقتلوا لكن الكوريني قالوا حاكمي قالوا ساقوا ومنين انقبضوا غروا بها امام التريبينال وعنهم مسلحين من ذيك الجماعه اللي قاست المغرب وصرفت بها ذاك غير فشلت عقب ذاك عقبوا واحدين منهم رجعوا الموريتاني منين رجعوا الموريتاني احبسهم المختار كيف تولي عمر رحمه الله رحمه وكيف وكيف الشيخ احمد دول سيدي اخو احمد سالم شقيق واكبر منه ورجعوا ورجع محمد المختار ربهم عند احمد ولد التقي رجعوا للوطن ذوك الاثنين حبسهم المختار وتوفاوا في الحبس اللي هو والعمير محمد فارس العمير امير التلازه الاول والشيخ احمد دول سيدي اخو احمد سالم تم المغرب الا عقب ذاك هم اللي سابق ذاك مشانا واحد وعاد يطلب الصادق امامنا احمد عبد الله احمد ولا احمد عاد يطلب الصادق ونافذ البطوطه وهو موقف عنه يقتل سابيع عبد الله بن عبيد راجل من السماسي وقتلوا بين صلاه العشاء قبل الدار محمد الخالد في القصر هم في المكشوف حق بعد قتلوا بين صلاه العشاء والمختار هو ذاك الاوان المختار هو اللي يحكم خبطوا بعماره اللي هو منادم مختفي عنه يطلب الصادقه وانتم اللي تعاقبوا قال له عبد عقب راوا اخباره قال له عبدو ولا احمد قال له عبدو ولا احمد راجل من دواعلي وكان يتدرب في المغرب وعاد كابيتين ومشاه المغرب كمختفي يطلب الصادقه ياك عد ياك يقتل عبد الله ولا عبيد فعلا وقتلوا اذا عن ما قد تخرج شيء موريتاني عقب ذاك عد اللي امده في ذاك اخبارها ما هو ياسر حتى اللي امده قبض شمل الخرق وقبض له تاجر معروفين وقدرب جيش من 12 14 في السنغال اللي عقبوا يعدلوا محاولة انقلاب عنهم جايين لسيز مارس وجاوا وعلى طريق السنغال بوتاتهم وقطعوا الباق قطعوا البحر شور موريتاني وجاوا هون فير ديزير اونزير وتباركوا قتلوا الناس وقتلوا غدر من الجيش وفيه الحميتي شيخ من وديش اللي وعقب ذاك فشل وانقبل ومنين انقبل واللي كذلك عقب نحكم عليهم في تريبينار بالقتل وانقتلوا كيف احمد سالم والسيدي وعبد القادر كيف ذيك الجماعة اللي كيف تمولي الجماعة اللي قطع درتك للنصارى في عمارة النعمة ولقد جانا بلا إلا من عند المغرب ومؤسسين وحده ماشيين وحدين من نشور المغرب ومؤسسين مع المغاربة ومؤسسين زعماء المغاربة معاهم الكامل قد تخرب موريتاني من القتل عقب ذاك هذا كامل السبب ولا قضية ذيك على ذيك الداعية القديمة على المغرب الداعية عنهم الداعي موريتاني وذيك الجماعة ما هي تجيه ما هي منفصلة معاه عن هي كلها تضمنوا موريتاني وابى بعد المختار جزاه الله خير وسعى فيه الى ان اصبح دوله عندها تام استقلاليتها وكرامتها وهابتها وقوتها منين فاتوا فتنوا وتعبوا عرفوا عنه دوله ما قادروا حد على شيء عقب اعترفوا به هون دمون ولكن الاعتراف الاول قط جا المختار رحمه الله عليه 68 حسب ما قد قريت 68 قد جل زمن المرحوم الحسن الثاني واعترف له بموريتان حكما اول اعتراف بعد الفوق اول معناها عنه تم ذاك الاعتراف الفوق ما كان هو تم ذاك الاعتراف متمشي والاعتراف بالفوق يخفي تحت يخفي به المنظمات اللي عدل هم ويغلب بهم الحكم الا ذوك الناس اللي يمشيهم مسلحين يغلبوا الحكم اياك يضموا له موريتاني كولايه منه عقب ذاك ما الحمد لله
ما هو صح في الشعب الموريتاني، وأنا المتكلم، لكن زمان شاركت بعد في بناء موريتاني. الحق الحال موريتاني عنده ستارنا واحدة، الدولة الموريتانية، ويجيبوا لنا من 40 كيل. هذا أيام زمن الاستقلال، زمن الاستقلال، وأنا الاستقلال، وأنا عندي 40 بريقة، معناها 200 بريقة بيضة من ديصان كيلو، من ديصان لتر، ساعدت بها. وعاد كل وزير عنده بريقتين يشرب بيهم، ولا ديريكتور دي كابينة عنده واحدة. ما فيه الماء، ما فيه الماء، ما فيه الماء بعذره، ما فيه الماء، مات ودخلوا من يديني، عنده لا ستارة. واللي صار وصهر المخطأ وجمع معاه حنذوا فيها على استغلال وعلى كرامتهم، كنا ماسي عن مولي التاريخ اللي حنذوا اللي صارنا. لا له ينقلنا عن لمير أنسيان كومباتا، جزاكم الله خير. ما له ينقلنا للي ذاك وعدلنا، ما نقدر بشي يسوى نبتو. وندي عنا لا عدل، بدل ما يقول لمير أنسيان كومباتا اللي ساهموا في بناء الوطن وعادوا جديين فيه وعطاوا مالهم فيه وصاهروا فيه، ما قطعوا طابرونا بلبتي ميداي دونير هذه اللي من النحاس تنعطي للبويات وتوزع. ما قط جبرتوا، ما قط جبرناها، وما نرضى قاعد اللي كثر ظلمنا، واللي وصمق من الاقتصاد اللي قال عن ليفيه يا الله تتوسع وتسوى تتوسع لهم سيبريما. قال احنا ما انا قابلين، أنا قبل توسوا سنة سبريمة. بذيك المناسبة عند المولين الظلم وياسر من الظلم، قال بعد كامل اللي مات واللحية والدنيا جاي تخربوا من المغرب. حتى هون زيارتنا سابق، زيارتنا محمد السيد، محمد السيد 2001 قام تاشر من نسمين في الدنيا غني من الأغنية. يا مع الأسف قال له حان نخدم مالي، وإحنا كاملين نخدم مالنا لانتصارك أنت وتأييدك موريتاني وكذا وكذا. سوى لهم هو ذا اللي يصقي شي دور. قال له نظرك تعطيني من موريتال، موريتال عندي عن فيها فهم شركة مغربية، شركة مغربية تعطيني صار. منها تعطيني منها ديس والله فهم. قال لهم اعطوه من الهديس والله فهم. اسكت اسمع اسمع فهم عن هذا كامل. هذا تاجر راهو من نسمين في الدنيا، عنده لسانتين دي مليون. قال له يا صاحب الشلاء ويا صاحب الكرامه ويا صاحب ولا خارق عينه، ما جابيه ماشي من الشكر، يجد يجي عليها لسان ما عدلها له. واللي جاي معنه ياك يعطيه ديس برسان من موريتال. هذا يواجهه يبارك مع موريتاني كامل اللي جاء من التخريب، جاء يلا سوسا سانكانت برسان منه، والله سان برسان جاي يلا من رجال موريتاني اللي جيسوا المغرب داخلية. احنا هون ونقيسوا بها هاو الناس التليين ويكرمونا ويعطونا والتايات والشي، ونقول لهم عنا ليه نضموا لهم. تموا بعد المواطنين الحقيقيين يرحموا تيرحم الحي والميت، يدافعوا عنه لين اصبح دولة تام سيادته وكرامته. زين، انت ما حسب اللي كنت تقول لي كامل على الاقل اللي ساهمتوا في بناء موريتان، ما حد نشي من الفرقان والخيام، ولا كان شاك حد قاعد هذيك تعود دوله قاعد هذيك تعود بسيادتها نظرا لذيك الظروف، صعوبة الظروف اللي قامت في ذيك الساعه. الحمد لله تم الزمن لا يتقدم، تمت موريتان الحمد لله لا تتمتن، الحمد لله وتزدهر اني عاد دوله قائمه. انا كما كنت تقول لي عندك بعض التظلمات، والله خاصه قضية معروف قاع الناس الحمد لله عاد تعرفه كامل، ذاك الدين اللي يسال أستاذ حمية في الدولة، ذاك مني الحق من درامي لحقت قضية الناس فرشافته في قضية الساعة. ذاك الدين راعيه الله نعتوله مسينين ووزيرين خارج مرشات كانت تعطيهم الدولة يمولهم لابد بنك، قالوا لابد ولا بنك مونديال ولا فون عرب لا لبنان والدول الخارجية، أحسن يمولوا منهم 85% و 15% تمولها الدولة. زين، ذي 15% حصلت منها 160 مليون 160 مليون أراعيها مسينينها وزيرين، أراعيها مسينينها وزيرين، أراعيها لاهي مسينينها وزيرين بالاحتراف، أراعيهم الاثنين اللي شفت
كلهم داير سون كاشي وكلهم داير سنياتير وقط وشيت في رئيس الجمهورية مرتين والله لا وجزاه الله خيره وقال لي عنه لا يخلصهم لي ونعرف عنه جبرت رئيس شخصيا جبرته وقال لي إن شاء الله ولا يخلصوا له وراه ولا نشعر بها وزير المالية ولا ريت وزير المالية خلصهم لي ونختارهم لي هذو الليات اللي مسينين الوزراء طالب منهم ينعتوا والله راعيهم ينعتوا راعيهم ينعتوا ينعتوا مسينينهم الوزراء مسينينهم الوزراء اكيد هم راعيهم كاشي الحكومه الوزير راعي وراعي الوزير الثاني كلهم مسينين هم وزيرين واحده فيها 40 مليون واحده فيها 70 اللي هي 160 مليون ونعرض عنه ما جزاه الله خيرا اللي هو السيد الرئيس اللي لا يخلصه غير مولي ولا يلوحوا شي في الكذب غير مولي ينشطن والوزير ما يرب ما وزير الماليه ولا الاداره ما يربلوه بها وانا في جيت مرتين داخلك اجراءات ما جبرته انا جبرته مرتين والله ثلاثه كاع واحده عندهم القليته وواحده في قصر المعتمرات وواحده في مهرجان جزاه الله خير وقال لي على يخلص وكل ما يجي الوزير المالي يقول لي ما تنشعر هذا كمل تقريبا ركعات سنتين ثلاثه هذا عاد هذا كانت عاد شو ما بالنسبه للدين له زمن الدين هذه 26 فيفري 2006 هذا عاد 2007 هذا عاد له سنتين ونص بالنسبه لاخر ميعاد اعطاه لك الرئيس اخر ميعاد اعطاه للرئيس عاد له سنه وست اشهر والميعاد اللي عاد له سنتين وشهرين يوم الميعادات جميعا لهم عامين تقريبا وست اشهر جميع الميعادات ايوه وبذيك المناسبه نختار موريتاني الا يتذكر ان احنا هذا من الناس اللي بنيناه ويا الله باش عاوننا في بناء الوطن مالنا اعطانا اعتبار يعطانا اعتبار وهابه ودوني من حاله ما نظلمه ويخلص لنا ديننا والعشرات ملي نخلصوهم على احسن حاله الضرائب نخلصوا اللي الضرائب نقول لهم احنا الناس اللي يقولوا العشورات العشر يقولوا اللي هم ليزيمبو خفت الناس الثانيه ما تفهمهم ايه ليزيمبو نخلصوهم ايوه بذيك المناسبه خارج ام اللي روايه فيها شيء من الظلم نختار الله نذكره خارج برزه نعطاولي ذيك بناهم سينين الوزير اللي كبما راعيه داير سون كاشي راعيهم وسنيات الوراعية اللي هو من السيد كيبما اللي هو والبرزة راعيهم حي هون فنتويت بس فنت هون بلدين قال له بلدين قال له بغداد وبرماتهم راعيهم وبرمات وهاي ليتا ديستربيسيون هاي ليتا ديستربيسيون دي مينيستر عليها لكاشي دي مينيستر وهذو لي بيرمي دو اوكيبي وتيتر فونسي هما راعي وقام واحد ورا الصف وتيتر فونسي هما راعي قام واحد ورا الصف عليا وبرمات هما راعي هما لي كيتانس قام واحد ورا الصف عليا وقاس لي بريزيدون دو كور دابيل وراعي هذا لي غوفرنور لي غوفرنور هما اللي مشوهد عليها مجال لي غوفرنور راعي سون كاش عنهم في تويت بيس وفي انترنت بيس وترانت بيس اكسترا ذو هما وهما ودار سون كاشي عنهم جا واحد ورا الصف وقاس لي بريزيدون دو كور دابيل وتلا يدعاها يجيب برزة عنده في عرفات بيني معاها دوز كيلومتر هم يبطل وهذه تولي كاشي نعت تولي كاشي راعي هم اللي بيرمي دو كيب راعي ولي ديريكتور دو دومين راعي هذا كامل ديريكتور دو دومين راعي وهذا كامل جا واحد واختل بريزيدون دو كور دابيل يشطني انا ولا يخليني نبني دياري اللي عندهم تيتر فونسيال وعندهم بيرميت وعندهم لاكيتونس المحكمه قالت عنه يوقف يوقف ملي على خلاق واحد ما يقد فيه بت هو شو الغوفرنور راعي مشوهد عنهم انا هو عندنا مولاهم راعي ولا بيرمي دو كيبا راعي نعت لاكيتونس
و لي كيتانس راعيه راعي لي كيتانس دي بيما وهو ما عنده ما وسول عن لي كيتانس راعيه لي كيتانس دي بيما ما وسول عن وهو خاطر تعود محكمه يواش المحكمه الاولى جات وعدلت تعيين وجاء جات معه تبوغرا وقالوا يبغى يتماشى اللي عندك بلسه من حكموا بها حكموا لي انا بها طلبوا الاستئناف طلب الاستئناف قام صاحب الاستئناف وقبل قبل يصنف له ولا يحقق اللي عندي اللي تيتر فونسي ولكيتانسر عندي ولا بيرمي عندي وقال ندور تبوغراف ملي جاء صاحب تبوغراف وقال نعطوه مانينل قال له هذا عنده بنات وحقيقه ما عنده شيء قال له لين عدى تحقيق ثاني قال صاحب ميليس ديكيبمون وديركتور دو تبوغراف ما تدري متكلمين مولاهم له وروايه مؤخرا بها محكوم عن عمل حيواني ظلما وعدوان يخلي الشيء من الظلم هون في شيء من المنكر زايد على الغرض ما قد يخلق ما يقدر يخرج في العالم ما يقدر يخرج في زمن الفراعنة وبذيك المناسبة اخترت مولي الا مبين راعي اخترت الا مبين وراعي يخرج من الظلم ما 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 يقدر يصح وبذيك المناسبة نعرفوا عن مواطنين نعرفوا عن اللي خرج قط كامل الخليج ما ينقال عدل ولا عدل ولا عدل حد جاوا قوم الميليتير وقبلوا الحكم جو الهيدالة من جو الهيدالة إيش عدل الحاجة 3000 من ميليتير المغرب هو لا يتحتل موريتانيا مسلحة من 100 منها في الواذيبو و600 في الزوارات و400 في المقري و400 في جوجة حق الأول عدل إيجابية مشاهم رجعهم شغل المغرب ونفيع المغرب حتى وكان قاع لاهي يعدل اللي يعدل بيافرا اللي في تونس لما يتقال لحبيب بورقيبة تمرق عدلت كثرة من الولف حتى عقب حكموا لنا فيهم اللي هم المغاربة رجعوا بعض ما عدلوا ما عدلوا شريك طروامي الأول اللي عدل ومرقنا حرب الصحراء مولي قال عنها لا ناقة لنا فيها ولا جملة وقفوا عن نهر الصحراويين مولي ما دينهم دول عظماء منهم الجزائر وقفوا عنا الحرب هذو من إيجابيات الهيدال وعيط الله بنك مونديال وسول قال احنا ما رو عندنا الخنط عندنا السكر عندنا الورقة عندنا تقال له شدو وخلى ألف وقية من فضتنا ألف وقية تبدل بألف وخمسمية من فضة السنغال صبحت اليوم ألف وقية من فضتنا توب ألف وقية 5000 من فضتنا تنعطانا فيها ألف من السنغال من فضة السنغال وهذا متضررين منه صباحنا احنا صباح الفقير سبحان يرعشاه ما احنا نحق والله محمد عبد العزيز جزاه الله خير ما هو باخلنا واللي فقراش وجبرنا معاه العافية قال نختاروا بلي ياسم العافية يخرج أحكم تزيد احكي نختاروا العافية تنزال وينعطى اعتبار مولي مناسبة عنه قال عنه متقدم باسم الضعفاء والمساكين عنه متقدم تنعطى مولي قوة للضعيف والمسكين تعود العملة إلى راها تقدي تعشي تعدل بيش واللي صباح مع السايد بينا سايدهم عن الصبح الفقراء يطلبوا الصدقة جميع اللي يجمعوا يسلوا به كارت تلفون واللي فضل عنه يجمعوا يسلوا به ليتر من قصبة وصباح والحال ضايع واحنا مولي هذو يعني نختار يعد لا نعطانا اعتبار ما نعدل لازانسيون كومباتي نعدل من لازانسيون كومباتا ونعطانا اعتبار والسلام عليكم ورحمه الله. انا معكم انتم مبارك اللي طالبين في نهايه الحلقه اكيد الوقت ما تلبعيد حتى الطالبين في نهايه الحلقه بينكم يرتفع عنكم هذا الظلم يرتفع عنا الظلم حقكم اللي يخلص لنا حقنا يتمثل في وبريزيدون دو كور دابل اللي عندنا كتبنا تامي ما يحصرنا عن بناء على مدة ما عندها شيء وما بيراجعنا معاها جيتوا مرة انت قاعد مثلا مستعد تقعد عندي تيتلفون سيتي الناس اللي عندها مدعيين جايبين له تيتلفون سيتي من عرفات بين معهم 12 كيلومتر وانا في بغداد ولقوا هنا اكتب عن هذول البرز اللي انا
وكتبها من سيدك ولا دركتور دو تيبوغرا. ومنين قال هم اللي عندي دور تيبوغرا جاوا اكدوا له عنهم لي قالوا له عني انا كريم صاحب تيبوغرا. مش من كريم كريه على الشيء لي عندي برماتو وعندي ميكيتانس وهم قاعد يراجعهم يقولوا الى هذا كيتانس الى هذا برميدو اوكيبي ريكيتانس ما بلا يعطوا. انا عندي تو ريكيتانس كل مخلص في سانت اندمي هم عندهم كيتانس مال صيفي دامي لوبي وبرزه من برزه الغبور جايبينها من عرفه. هذا طالب من البريزيدان دو كور دابل بالنسبه للقضيه طالب منه عن هذا الظلم يرفعوا عنه وطالب من اللي من السيد الرئيس جزاه الله خير مناسبته التسويه اللي فيها سوى ياسر منها جزاه الله من ساعه قبل الحكم عن مولي عن مولي ينبههم عن الدوله ما تخلصتني ينبه الوزير الماليه عنهم يخلصون ويعطون اعتبار مولي دارهم يعطون اعتبار احنا ذو ليزانسيان كومباتا ما يعدون كون كون كومباتا جوفور ميرسي. هذا هو. إذا مشاهدينا الكرام إلى هذا الحد نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في نهايتها أشكر باسمكم جميعا ضيفي هنا في الاستوديو الذي شرفنا اليوم الأستاذ والسيد حمية والمحمد الطنجي. مرحبا بك أستاذ، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة. هذه تحيات فريق العمل على الأجهزة الفنية محمد جديان هو في التصوير بوشامة، وهذه تحياتي أينما كنتم الخليل والزبير، وتحيات المخرج سيدي علي وليليوسي. في أمان الله.